أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلة في أسبوع. حلقتنا اليوم تتضمن دوري الدرجة الأولى، لأن دوري المراحل السنية قلنا الدوري واقف، عطلة عند اللاعبين، إن شاء الله يكونون مستانسين بهالعطلة وأيضا يرجعون للدراسة ويرجعون أيضا للنادي. تابعونا في دوري كرة السلة للصغار، القناة الرياضية برنامج السلة في أسبوع، بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة، تنظيم البطولة الأولى لكرة السلة للصغار تحت 10 سنوات، ويشارك في البطولة جميع الأندية الرياضية. كل يوم جمعة من تاريخ 29/1/2016 حتى نهاية شهر أبريل 2016 في صالة بهبهاني بالنادي العربي، من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7 مساء. راح نشوف أحلى المباريات وأجمل المهارات وأقوى المسابقات وعدة ألعاب رياضية ترفيهية. راح نشوفهم في البطولة الأولى لكرة السلة للصغار تحت 10 سنوات. راح نبدأ معاكم في مباريات الدرجة الأولى في القسم الأول. مباراة كانت بين الجهرة مع اليرموك، مباراة كانت حلوة والفريقين يبون يفوزون، يبون يعدلون من ترتيبهم في نهاية القسم الأول. انتهت المباراة بالتعادل، تعادلوا الفريقين، لعبوا وقت إضافي، فاز نادي الجهرة على اليرموك 75-66. خلونا نشوف مباراة الجهرة مع اليرموك واللي فاز فيها الجهرة على اليرموك 75-66. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الشطي يحييكم من صالة نادي كاظمة لأنقل لكم مباراة نادي الجهرة واليرموك ضمن بطولة الدوري العام في القسم الأول. مباراة طبعا مهمة بالنسبة للجهرة واليرموك، وكرة مقطوعة وعلى طول ويحط لنقطتين. شوف تركي الشمري، تركي الشمري يحط له كرة حلوة ونقطتين حلوين لفريق نادي الجهرة في بداية المباراة، والكرة مع اليرموك. علي خليل بصلحة كان لاعب النادي العربي وانتقل إلى نادي اليرموك، وحمد الزامل تحت السلة بصالحة يحاول يأخذها مرة ثانية بصالحة ويحط لنقطتين حلوة. علي خليل بصالحة يحط لنقطتين، اللاعب اللي انتقل من النادي العربي إلى نادي اليرموك خلال هذا الموسم. الفارس يمرر إلى الزامل، الزامل يحط لنقطتين، حمد الزامل يحط لنقطتين لليرموك. مباراة حلوة حقيقة من بدايتها، مثل ما احنا شايفين الصندلي تمريره مرة ثانية، الصندلي إلى تركي الشمري يحاول يمر تركي حلوة، تركي الشمري حلوة يا تركي، حط له نقطتين. تركي الشمري حقيقة خلال هذا الموسم من اللاعبين المتميزين، وخصوصا في فريق نادي الجهرة هو حاليا يعتبر من أفضل اللاعبين حقيقة في نادي الجهرة خلال هذا الموسم. وكرة مرة ثانية مع فريق نادي اليرموك، الزامل تحت السلة حاول ويحط لنقطتين حلوة. شوف طارق لطبيخ يحط لنقطتين حلوة يا طارق، حلوة يا لطبيخ يحط لنقطتين لفريق نادي اليرموك. كرة مع الجهرة، صندلي مرة ثانية كرة مقطوعة يأخذها لاعب نادي اليرموك وتحت السلة يحاول يسجل ويحط له نقطتين حلوة. عبد الله جوهر يحط له نقطتين لليرموك تحت السلة. والكرة مرة ثانية مع لاعب الجهرة بدر العثمان يحاول يمر على السلة يأخذها منه لاعب اليرموك، وهجمة سريعة لليرموك. الفارس يا سلام عليك يا سعود، حلوة. شوف سعود الفارس، سعود
الفارسي حط له نقطتين لفريق نادي اليرموك، وهجمه مره ثانيه لتركي، تمريره حلوه من تركي على السله ويحط له نقطتين. فيصل ضاري، فيصل ضاري برجس يحط له نقطتين، اللي هو نافع، فيصل نافع، فيصل نافع هو اللي حط له النقطتين. وتركي، تركي ايضا نقطتين، تركي ايضا نقطتين. حلوه حلوه، مباراة حلوة، الجهرة مع اليرموك. حاول، حاول يمر على السلة، كرة مقطوعة ياخذها الفارس، الفارس يحط له نقطتين. حلوة يا سعود، حلوة سعود الفارس، حلوة يا سعود الفارس يحط له نقطتين، يحط له نقطتين. بدر العثمان إلى تركي، تركي الضيع ياخذها مره ثانيه، هجمه لنواف فاضل، نواف الى الفارس يحاول يحط له ثلاثيه ويحط له ثلاثيه. شوف الفارس يا الفارس، سعود الفارس يحط له ايضا ثلاثيه، يحط له ثلاثيه لفريق نادي اليرموك. والكره مع التركي الى بدر العثمان، بدر العثمان الى تركي الشمري، تركي يمرر عادل نافع يحط له نقطتين. حلوة يا عادل، عادل نافع، عادل نافع يحط له نقطتين. شوف الاثنين يتشابهون، عادل نافع وايضا شوف فيصل ضاري، اثنين لاعبين نادي الجهرة والاثنين متميزين حقيقة في فريق نادي الجهرة. وياخذها مرة ثانية عادل نافع مع الكرة، يمرر الى بدر العثمان، تركي الى بدر، بدر العثمان حاول يمرر الصندلي، تمريره تحت السله يحاول يسجل، اسعد نمر ما يسجلها، وهجمه سريعه فاست بريك الفارس ويحاول ويحط له نقطتين. سعود الفارس، سعود الفارس، الفارس يحط له نقطتين. حلوه يا سعود، الفارس يحط له نقطتين لفريق نادي اليرموك. مباراة نادي القادسية مع الكويت في نهائي القسم الأول من الدوري، مباراة كانت مهمة بين القادسية والكويت. القادسية لاعب جميع مبارياته فايز في جميع المباريات، الكويت أيضا لاعب جميع مبارياته فايز فيهم، والمنافسة احنا عارفينها تكون على طول خصوصا في السنوات الأخيرة بين نادي القادسية ونادي الكويت. لكن صارت في أحداث في هذه المباراة، في آخر دقيقتين ونص من مباراة القادسية والكويت في نهائي القسم الأول. خلونا نشوف مباراة القادسية والكويت اللي الحكم ما كمل المباراة في آخر دقيقتين ونص من الربع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، علي الشطي حييكم من صالة نادي الكويت الرياضي لأنقل لكم مباراة نادي الكويت والقادسية في نهائي القسم الأول من الدوري العام لهذا الموسم. قلنا الدوري هذا ثلاث أقسام، بداية المباراة وحط له نقطتين الشمري، عبد الله الشمري، عبد الله جوردن يحط له نقطتين لفريق نادي الكويت. راح نشوف مباراة حلوة، راح نشوف مباراة قوية. القادسية والكويت الفريقين مخسرانين، الفريقين مخسرانين، في فريق راح اليوم راح يخسر، لأن كرة السلة فيها خاسر وفيها فايز، ما في تعادل، ونقطتين عن طريق حسين عبد الرحمن. من اللي راح يفوز؟ من اللي راح يتصدر دوري كرة السلة في القسم الأول؟ الكرة مرة ثانية مع القادسية، القادسية عبد العزيز الحميدي، عزيز عبد العزيز يحاول يمرر الى ناصر الضفيري، الضفيري الى شايع، شايع مهنا وكرة وياخذها مرة ثانية الضفيري، يمرر الى مشاري، بدهوم مشاري ويحط له نقطتين. مشاري بدهوم، مباراة حلوة، مباراة قوية، القادسية والكويت في نهائي القسم الاول من الدوري العام، والكرة مع الكويت. شوف
اللاعب شعلان مهنا، اثنين اخوان شعلان وشايع، واحد بالقدسية واحد بالكويت، والكرة مرة ثانية إلى عبد الله الشمري، عبد الله الشمري، الشمري كرة ياخذها مرة ثانية عبد الرحمن الجمعة، يحاول والحكم طبعا شوف يلغي، يقول في مخالفة ال 24 ثانية، 24 ثانية الكويت احتفظ بالكرة أكثر من 24 ثانية، وفي مخالفة على فريق نادي الكويت والكرة مع الغاتسية. شايع مهنا، شايع يحاول يمر ويمر شايع، ويصفر الحكم، صفر صفر، يقول في فاول لمصلحة الغاتسية، الكرة للغاتسية. مباراة حلوة من بدايتها حقيقة، وكل فريق قلنا يبي يتصدر الدوري في القسم الأول. آخر مباراة هذه في القسم الأول الغاتسية مع الكويت، والفريقين فايزين في جميع المباريات، والكرة مع عبد العزيز الحميدي. الحميدي عزيز يحاول يمرر، يمرر إلى بودهوم، إمشاري بودهوم يحط له ثلاثية، إمشاري بودهوم يحط له ثلاثية للغاتسية، والكرة مرة ثانية الكويت، شعلان يمرر إلى حمد عدنان، حمد ياخذها مرة ثانية، إمشاري بودهوم الغاتسية، هجمة للغاتسية وفاست بريك الغاتسية، شايع تطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت لمصلحة نادي الغاتسية، أوت لمصلحة نادي الغاتسية تحت سلة الكويت، تحت سلة الكويت. مباراة قلنا مهمة، نهائي القسم الأول، نهائي القسم الأول، كرة مع صالح ياخذها حمد عدنان، حمد، حمد عدنان مع الكرة، هذا حمد يمرر إلى حسين الخباز، حسين الخباز إلى شعلان، الشمري عبد الله الشمري مرة ثانية، الخباز حسين الخباز تضيع منه، ياخذها مرة ثانية شايع مهنا، شايع مهنا الغاتسية، شايع مع الكرة يحاول يمر ويمر الكرة إلى مشاري بودهوم، مشاري وتطلع الكرة أوت، تطلع الكرة أوت لمصلحة نادي الكويت، أوت للكويت، أوت. حكام مباراة اليوم عبد الله سليمان حكم أول، محمد السبتي وعابر العابر، ثلاث حكام كويتيين. والكرة مرة ثانية مع شعلان، شعلان إلى الشمري، عبد الله الشمري تضيع ياخذها مرة ثانية ويحط له نقطتين حلوة، عبد الله جوردن، شوف هذا جوردن، عبد الله جوردن يحط له نقطتين، الشمري يحط له نقطتين، وصالح يوسف على السلة، وفي فاول على عبد الرحمن الجمعة، فاول، فاول ورميتين لمصلحة نادي الغاتسية عن طريق اللاعب صالح يوسف العملاق، صالح يوسف راح يرمي الرميتين. الرميات الحرة مهمة يا صالح، الرميات الحرة مهمة، اللي يبي يفوز يسجل ويسجل ويسجل. صالح يوسف الرمية الأولى راح يرمي الرمية الثانية، صالح يوسف يسجل الرمية الأولى راح يرمي الرمية الثانية. قلنا الرميات الحرة مهمة بالنسبة للفريقين، خصوصا مثل هالمباريات النهائي، نهائي القسم الأول، صالح يوسف يسجل الرمية الثانية، يسجل الرمية الثانية صالح يوسف، أيضا النقطة الثانية للغاتسية، والكرة مع حمد عدنان، حمد إلى عبد الله الشمري، إلى حسين الخباز، الخباز يمرر إلى شعلان مهنة، شعلان يحاول يمر، شعلان، شعلان، وفي مخالفة طبعا، في مخالفة الزون، ارجاع الكرة من المنطقة الأمامية إلى المنطقة الخلفية، هذه تعتبر مخالفة في كرة السلة، خلاص من دام انك انت عديت خط النص اذا لازم تكمل في حالة الهجوم، ما يصير ترجع الكرة مرة ثانية الى المنطقة الخلفية، والكرة مع شايع مهنة، شايع، شايع مهنة يحاول يحط له ثلاثية، شايع ما يسجلها ياخذها مرة ثانية، الخباز، الخباز يحاول يمر، الخباز، وفي ايضا مخالفة، في الحكم يصفر يقول في فاول، فاول على الغاتسية لمصلحة نادي الكويت، كرة لمصلحة نادي الكويت، فاول في تغيير، كرة حمد عدنان، حمد، حمد عدنان يمرر إلى عبد الله الشمري تحت السلة، إلى عبد الرحمن يحاول راشد الرباح ما يسجلها ياخذها مرة ثانية، عبد العزيز اللي هو شوف صالح يوسف،
صالح يوسف لاعب طويل وجنبه عالي وقدر انه ياخذ الريباوند، لكن في فاول لمصلحه نادي الغاتسيه، فاول لمصلحه نادي الغاتسيه. شوف دفاع من راشد الرباح ماسك شايع مهنا اللي هو صانع العاب فريق نادي الغاتسيه، الكره مع مشاري بودهوم واللي ماسكه ايضا حمد عدنان الكويت مثل ما احنا شايفين قاعد يلعب مان تو مان. مشاري بودهوم يحاول يمر، مشاري بودهوم وتضيع يكملها، شوف الضفيري حلوه، ناصر الضفيري حط له نقطتين فوق ريباوند عالي ويحط له نقطتين، وحمد عدنان الى المايسترو راشد رياض، المايسترو يمرر مره ثانيه الى حمد عدنان والاسطوره يحط له نقطتين، الاسطوره حمد عدنان يحط له نقطتين لفريق نادي الكويت. وصالح يوسف، صالح الله العملاق يحط له ثلاثيه، يحط له ثلاثيه صالح يوسف للغاتسيه. حمد عدنان يمرر الى الخباز مره ثانيه الى المايسترو راشد رياض، المايسترو ويحط له نقطتين، راشد رياض الرباح يحط له نقطتين للكويت. شايع يمرر وفي فاول لمصلحه نادي الغاتسيه، فاول للغاتسيه. مباراه حلوه مثل ما احنا شايفين، مباراه حلوه ما فيها اي شيء، ومثل ما احنا شايفين الفريقين وكل فريق يسعى انه يفوز في هذه المباراه علشان يتصدر القسم الاول في الدوري العام. عبد العزيز ما يسجلها، ياخذها مره ثانيه الخباز الكويت، الخباز يحاول يمر وعلى السله، الخباز الى الشمري يحط له نقطتين، عبد الله الشمري يحط له نقطتين لفريق نادي الكويت. ريباوند حلو من عبد الله الشمري يسجل نقطتين لفريق نادي الكويت. من اللي راح يفوز؟ من اللي راح يتصدر القسم الاول في الدوري العام؟ الغاتسية والكويت، والكرة مع شايع مهنة، شايع يمرر إلى صالح يوسف ما يسجلها، ياخذها مرة ثانية عبد الله سالمين الضيع إلى عبد مرة ثانية المايسترو راشد الرياض يحاول يمر، راشد تمريرة حلوة عبد الرحمن الجمعة الضيع، ياخذها عبد الله الشمري الى حسين الخباز ومره ثانيه يسجل نقطتين، عبد الله الشمري جوردن يحط له نقطتين. شوف هذا عبد الله الشمري يحط له نقطتين لفريق نادي الكويت، والكره مع صالح يوسف. صالح الى ناصر الضفيري الضيع، ياخذها مره ثانيه عبد الله سالمين يمرر الى الحميدي عزيز، يمرر مره ثانيه الى صالح يوسف يحاول يحط له ثلاثيه وما يسجلها، ياخذها حمد عدنان الى راشد رياض، الرباح مع الكره راشد رياض، المايسترو راشد يمر وفي مخالفه في خطأ فاول لمصلحه نادي الكويت، فاول لمصلحه نادي الكويت. مباراة حلوة، تعادل لحد الآن، من اللي راح يفوز؟ الغاتسية أو الكويت ويتصدر القسم الأول؟ كرة مع حمد عدنان، حمد حاول يمرر إلى راشد رياض يحاول يمر على السلة، ياخذها عبد الله السالمين إلى شايع مهنة مع الكرة، شايع الى عبد الله السالمين، عبد الله مره ثانيه صالح يوسف تمريره كره ياخذها مره ثانيه، شوف عبد الله الشمري تمريره حلوه عبد الرحمن وفي فاول لمصلحه نادي الكويت. هذا عبد الرحمن الجمعه، وايضا المدرب جوبان توجيهاته للاعبين، والكابتن ايضا يحيى البحر مثل ما احنا شايفين توجيهاتهم للاعبين نادي الكويت. مباراة حلوة لحد الآن مثل ما احنا شايفين، الغاتسية والكويت في نهائي القسم الأول من الدوري العام، الفريقين فائزين في جميع مبارياتهم، واليوم قلنا فريق راح يخسر اليوم. كرة السلة لازم
ما في تعادل، في فوز وفي خسارة، الفائز نقطتين والخسران نقطة، والانسحاب طبعا صفر. الكرة الرمية الأولى تضيع من عبد الرحمن الجمعة، راح يرمي الرمية الثانية عبد الرحمن الجمعة الكويت، والرمية الثانية ويحط له يسجل، يسجل حلوة عبد الرحمن الجمعة يسجل. كرة مع شايع، شايع مهنة يمرر، عبد الله سالمين، سالمين إلى عبد العزيز الحميدي مرة ثانية، شايع مهنة، بدهوم بدهوم يحاول يمر ويمر، مشاري بدهوم إلى عزيز، عزيز وفي فاول، فاول 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 على عبد الرحمن الجمعة، فاول لمصلحة نادي الغدسية. الربع الأول لحد الآن مباراة حلوة الغدسية والكويت، ورميتين لمصلحة نادي الغدسية، رميتين عن طريق عبد العزيز الحميدي، عبد العزيز الحميدي رميتين، الرميات الحرة مهمة يا عزيز. الرمية الأولى عزيز يسجل، عزيز يا عزيز يسجل الرمية الأولى عبد العزيز الحميدي، راح يرمي الرمية الثانية عزيز ويسجل أيضا الرمية الثانية، وشوف في دفاع ضاغط من الغدسية على الكويت. شفنا مباراة الغدسية والكويت وطبعا الأحداث اللي كانت موجودة في هذه المباراة، والحكم أنهى المباراة، وإن شاء الله طبعا راح تتكمل المباراة. طبعا أيضا الاتحاد الكويتي لكرة السلة أصدر عقوبات على لاعبين نادي الغدسية، محمد سالمين وعبد الله سالمين 6 مباريات، ومحمد الحميدي عبد العزيز الحميدي توقف أيضا 4 مباريات بالنسبة للاعبين نادي الغدسية. لاعبين نادي الكويت ما كان عليهم أي شيء. هذه بالنسبة لعقوبات الاتحاد الكويتي لكرة السلة. مباراة بين كاظمة مع الساحل، كاظمة خسر 3 مباريات في القسم الأول، خسر من الغدسية وخسر من الكويت وخسر أيضا من النصر، مع أنه كان فائز على النصر، لكن النصر قدم احتجاج ضد لاعب نادي كاظمة حسين الموسوي، والاتحاد قبل بالاحتجاج، والاتحاد عطى حق كاظمة طبعا أن المباراة انسحاب، يعني صفر، يعني كأنه خسران مباراتين. الساحل أيضا من الفرق المتقدمة حقيقة، خصوصا في هذا الموسم، خصوصا في القسم الأول بقيادة المدرب الوطني وليد الهندي، قاعد يقدم نادي الساحل مستويات وايد حلوة، لكن بالنهاية فاز نادي كاظمة على الساحل 83-68. خلونا نشوف مباراة كاظمة مع الساحل. بسم الله الرحمن الرحيم، علي الشطي يحييكم من صالة نادي كاظمة، ينقل لكم مباراة نادي كاظمة مع الساحل في بطولة الدوري العام. بداية المباراة يحط له نقطتين، يحط له نقطتين، شعيب شعيب يحط له نقطتين. كرة مع الساحل، دفاع ضاغط شوف من كاظمة على الساحل، هجمة شعيب مهنة، شعيب ويحط له نقطتين، شعيب مهنة، هذا شعيب، شعيب مهنة، اخوان 3 شعيب وشعلان وشايع، واحد يلعب بالساحل، واحد بالغدسية، واحد بالكويت. الحكم محمد السبتي، ورمية إضافية، شعيب مهنة، مباراة الساحل وكاظمة مثل ما احنا شايفين في رمية إضافية لفريق نادي الساحل، شعيب، شعيب مهنة، شعيب الضيع، ياخذها لاعب نادي كاظمة الفضلي، فارس، فارس فالح الفضلي يمرر، هجمة ليه كاظمة على السلة، اشكناني 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 ويحط له نقطتين، شوف اشكناني يحط له نقطتين، وايضا في رمية اضافية اشكناني محمد اشكناني يحط له نقطتين، ورمية إضافية، رمية إضافية لفريق نادي كاظمة، محمد أشكناني يحط له نقطتين، ورمية إضافية لفريق نادي كاظمة عن طريق اللاعب محمد أشكناني
أشكناني والرمية الإضافية يسجل، يسجل أشكناني يسجل الرمية الإضافية. شعيب مهنا الساحل شعيب يمرر، أيضا هذا جانب من جمهور اللي متواجد في صالة نادي كاظمة، لاعبين تحت 10 سنوات كما احنا شايفينهم متواجدين كرة مع فريق نادي كاظمة. بدر المطيري مع الكرة، بدر المطيري، بدر تمريرة حلوة إلى أشكناني، أشكناني تضيع يأخذها مرة ثانية ويحط له نقطتين. الفضلي فارس فالح الفضلي، حلوة يا فارس، فارس فالح الفضلي حقيقة من اللاعبين المتميزين خصوصا في الكرات المرتدة، يعني الكرة الثانية، الكرة اللي تنشات وهو اللي يستقبل طبعا عقب ما ترتد من الحلق أو البرد، من اللاعبين المتميزين فارس فالح الفضلي. كرة مرة ثانية يأخذها الهندي وهجمة سريعة للساحل على السلة ويحط له نقطتين. حمد جمعة، حمد جمعة يحط له نقطتين للساحل، هذا حمد جمعة يحط له نقطتين. البلوشي، أحمد البلوشي يمرر إلى عبد الله السالم، عبد الله السالم كاظمة يمررها مرة ثانية، كرة مع فريق نادي كاظمة، عبد الله السالم يحاول تمريرات سريعة، حاول يمر الضيع، يأخذها مرة ثانية حمد جمعة الساحل، حمد جمعة يمرر على السلة ويحط له نقطتين، يحط له نقطتين حلوة. خلف علي، خلف علي يحط له نقطتين. مباراة الكويت مع الاصطبيخات في بداية القسم الثاني من الدوري العام. هالدوري 3 أقسام، القسم الأول خلص، احنا حاليا داشين في القسم الثاني، وأول مباراة كانت بين الكويت مع الاصطبيخات. لكن أيضا تفاجأنا، فريق نادي الاصطبيخات ماخذ حذو فريق نادي التضامن. نادي التضامن هي 5 لاعبين يلعب 5 دقائق 6 دقائق يعمل فاولات ويتوكلون على الله يمشون. الاصطبيخات نفس الشيء، من بداية الموسم الاصطبيخات هي 7 لاعبين أو 8 لاعبين، يعني أنت مسجل بالاتحاد 16 لاعب ويفترض أنك تجي المباراة 12 لاعب، يعني إيش معنى ليش تجي 6-7 لاعبين؟ نفس الشيء الاصطبيخات لعب الربع الأول، بالربع الثاني اللاعبين كلهم عملوا فاولات وتوكلوا على الله. يفترض، يفترض من نادي الاصطبيخات أو نادي التضامن أنهم يلعبون المباريات كاملة، لأن المنتخبات إذا سافرت عشان تستعد حق أي بطولة يلعبون مع الفرق القوية علشان يستفيدون منهم ويتعلمون منهم ويحتكون مع فرق قوية. أنت أيضا نفس الشيء، نادي الاصطبيخات أو التضامن اعتبر نفسك أنت في معسكر مع أنك أنت في بطولة الدوري، العب المباراة حتى لو تخسر ما فيها شيء، إذا أنت لاعب درجة أولى عندك روح الانهزامية. يفترض من الاصطبيخات أو التضامن أنهم يكملون المباراة حتى لو يخسر الفريق فرق كبير. قلنا مباراة الكويت والاصطبيخات، الاصطبيخات لعب للربع الثاني وانتهت المباراة بفوز نادي الكويت على الاصطبيخات 38-14. خلونا نشوف مباراة الكويت مع الاصطبيخات. بسم الله الرحمن الرحيم، علي الشطي يحييكم لانقل لكم مباراة نادي الكويت والاصطبيخات ضمن بطولة الدوري العام للدرجة الأولى في بداية القسم الثاني. وحمد جمعة، حمد شوف حمد عدنان، حمد عدنان الأسطورة، الأسطورة حمد عدنان يحط له ثلاثية في بداية المباراة. الأسطورة كرة مرة ثانية مع الاصطبيخات، ناصر شاهد يمرر إلى عبد الرحمن راضي، كرة مقطوعة، مصطفى عبد المنعم تمريرة إلى حمد، حمد يحط له نقطتين. حمد عدنان الأسطورة، الأسطورة يحط له نقطتين أيضا لفريق نادي الكويت. هذا حمد، كرة مع السليم الاصطبيخات، السليم يوسف السليم يحاول يمرر مرة ثانية، يحاول يمر عبد العزيز، عزيز تحت السلة يحاول ويحط له نقطتين. عبد العزيز محمد يحط له نقطتين. حمد عدنان
معاه الكرة، حمد يمرر إلى عبد الرحمن الجمعة، حاول يحط له ثلاثية، يحط له ثلاثية، يحط له ثلاثية. شوف الخباز، الخباز حسين الخباز يحط له ثلاثية لفريق نادي الكويت، والكرة مع الاصطبخات. السليم يمرر مرة ثانية الاصطبخات، يحاول الكرة تنقطع من الاصطبخات، وهجمة سريعة وكرة مقطوعة مرة ثانية عن طريق السليم، السليم السليم، الله ما عليه السليم، لعبة حلوة، لعبة حلوة من السليم، حمد عدنان، حمد عدنان، الله دانك حلو مصطفى عبد المنعم، شوف دانك حلو، تمريرة من حمد عدنان على الطاير مصطفى عبد المنعم، يحط له دانك حلو لفريق نادي الكويت، والكرة مرة ثانية هجمة لفريق نادي الكويت، كرة مع حمد عدنان، يمرر الخباز، الخباز يحط له ثلاثية، يحط له ثلاثية حسين الخباز، حسين الخباز يحط له أيضا ثلاثية لفريق نادي الكويت، الكرة مرة ثانية كرة مقطوعة، مصطفى عبد المنعم، مصطفى، مصطفى يحط له نقطتين، يحط له نقطتين مصطفى عبد المنعم، شوف هذا مصطفى، مصطفى عبد المنعم يحط له نقطتين، وأيضا في رمية إضافية يسجل الرمية الإضافية. السليم مع الكرة، يوسف السليم يمرر إلى ناصر شاهر، تمريرة مرة ثانية، يحاول الاصطبخات ويحط له نقطتين، حلوة حلوة، شوف هجمة ومرة ثانية، الله شوف مصطفى عبد المنعم، دانك حلو، دانك حلو من مصطفى عبد المنعم، وحمد عدنان حاول يحط له دانك، الكرة ما تمشي معه، ما تمشي مع حمد، ما تمشي مع الأسطورة حمد عدنان، الكرة مرة ثانية ناصر شاهر يمرر إلى عبد العزيز، عزيز ويحط له نقطتين، عبد العزيز محمد يحط له نقطتين لفريق نادي الاصطبخات، هذا عبد العزيز، الكرة مع عبد الرحمن راضي مرة ثانية إلى ناصر شاهر الاصطبخات، وعلى السلة يحاول يسجل، الضيع مرة ثانية والضيع ياخذها لاعب نادي الكويت شعلان، يمرر إلى يوسف الحمدان، يوسف حلوة، يوسف الحمدان، يوسف الحمدان يحط له أيضا نقطتين، بدأ تشوف الاصطبخات حقيقة استسلم خلاص، مو قادر يسوي أي شيء مع فريق نادي الكويت، والكرة مرة ثانية كرة مقطوعة لفريق نادي الاصطبخات، فايز يحاول يسجل ويحط له نقطتين، يحط له نقطتين أيضا فريق نادي الاصطبخات، وشوف لاعبين نادي الاصطبخات بدأوا إنه يعملون الفاولات، شوف يعمل فاول علشان نظم تلفزيون الكويت مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة مهرجان لكرة السلة للصغار استعدادا للبطولة اللي راح يقيمها أيضا تلفزيون الكويت مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة دوري لمرحلة تحت 10 سنوات، ويشارك طبعا في هذا الدوري جميع الأندية الرياضية. خلونا نشوف هذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم، علي الشط يحييكم من صالة النادي العربي، صالة بهبهاني. طبعا اليوم في مهرجان لكرة السلة للصغار للأندية المشاركة في هذا المهرجان، طبعا هذا المهرجان تحت رعاية الاتحاد الكويتي لكرة السلة وتلفزيون الكويت بالتعاون، يعني الاتحاد متعاون مع التلفزيون في هذه البطولة، وأيضا في هذا المهرجان مباراة، أول مباراة نشوف بين نادي الاصطبخات ونادي النصر، جميع اللاعبين أعمارهم تحت 10 سنوات، طبعا شيء مهم أن تكون هذه المهرجانات أو هذه البطولات لتجميع لاعبين الأندية. طبعا هني راح يكون كل يوم جمعة، كل يوم جمعة هذه البطولة، جميع الأندية يحضرون الصالة ونشوف مباريات، وأيضا مثل ما قلنا التعاون اللي بين التلفزيون والاتحاد الكويتي لكرة السلة، خصوصا عن طريق برنامج السلة في أسبوع، سنويا برنامج السلة في أسبوع
يعمل مهرجانات، لكن خلال هذا الموسم الاتحاد الكويتي مع تلفزيون الكويت حاب ان يعملون دوري لهذه المرحلة، لان علشان نطور مستوى كرة السلة بالكويت من خلال هذه المرحلة، علشان بعد سنتين نشوف دوري 13 سنة يكون أيضا دوري في لاعبين متميزين. اللاعب هني من خلال هذه البطولة راح يتعلم الدريبل ويتعلم أيضا السلم والمحاورة والتمرير، راح يتعلم كل شيء من خلال هذه البطولة. مثل ما احنا شايفين جميع الأندية مشاركة في هذه البطولة، وأيضا مع المدربين والإداريين، اهتمام حقيقة كبير من جميع الأندية في هذه المرحلة السنية. مباراة بين النصر والصلبخات، كرة وحط له نقطتين حلوة. شوف لاعب نادي النصر، لاعب النصر حلوة. شوف عبد الرحمن منصور اللاعب رقم 14 يحط له نقطتين لفريق نادي النصر. شوف اللاعب إذا خصوصا في هالمرحلة اللاعب إذا سجل نقطتين يكون مستانس، كنا مثل ما لاعب كرة القدم إذا حط له نقطتين يكون مستانس. هنا أيضا السلة ويحط له أيضا نقطتين. شوف لاعب نادي النصر أيضا نقطتين حلوة. عبد العزيز بدر فيصل أيضا للنصر يحط له نقطتين حلوة. شوف المهارات، يعني شوف هني اللاعب، تشوف الدريبل وتشوف التمرير وتشوف الارتكاز للاعب، راح يتعلم حتى لو يغلط الحين أو يعمل مخالفة في من خلال هذه البطولة أيضا، لكن خلال السنتين الجايين بالنسبة لهالمباريات والاحتكاك وأيضا روح المنافسة موجودة ويحط له نقطتين حلوة. شوف لاعب الصلبخات بندر خليفة، حلوة يا بندر خليفة يحط له نقطتين لفريق نادي الصلبخات. حلوة مباراة، حلوة الصلبخات والنصر تحت 10 سنوات، والكرة مرة ثانية مع فريق نادي النصر. عبد الرحمن منصور لاعب نادي النصر، كرة مع فريق نادي الصلبخات، يحاول يمر تطلع الكرة، وتشوف حتى لاعبين نادي النصر قاعدين يشجعون لاعبين الاحتياط، قاعد يشجعون اللاعبين اللي داخل الملعب، وأيضا لاعبين نادي الصلبخات وكل لاعب، وأيضا تشوف مدربين الأندية قاعد يجهزون فرقهم، مثل هني الكابتن أيمن اللبيدي مدرب نادي الساحل، تجهيزات للمباراة القادمة أيضا راح تكون بالنسبة لفريق نادي الساحل. كل الأندية مشاركة حقيقة في هذا المهرجان، والكرة مع فريق نادي النصر على السلة يحاول يسجل، لكن في فاول لمصلحة نادي النصر. رميتين عبد الرحمن منصور الضيع منه عبد الرحمن منصور. كرة جابر بدر يمرر، هجمة مرة ثانية فريق نادي الصلبخات، يحاول ياخذ الكرة النصر، تمريرة. شوف اللاعبين الصغار يحاولون انهم يسوون اي شيء من خلال هذا المهرجان، كل لاعب يبي يبين نفسه، يبي يبين مهارته، والمدربين حقيقة مثل ما احنا شايفين مو مقصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الشطي يحييكم أيضا من صالة النادي العربي لننقل لكم مباراة، أيضا مباراة نادي الساحل واليرموك ضمن مهرجان كرة السلة للصغار اللي نظمه تلفزيون الكويت بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة. ونقطتين للساحل، شوف نقطتين خالد العجمي حط له نقطتين. الكرة مع اليرموك، جاسم الحشاش ياخذها مرة ثانية فريق نادي الساحل، وهجمة للساحل. ادعيج مع الكرة، ادعيج خلف وفي فاول. مهرجان لكرة السلة، جميع الأندية مشاركين في هذا المهرجان، الاتحاد الكويتي لكرة السلة، تلفزيون الكويت، برنامج السلة في أسبوع هم اللي نظمون هذا المهرجان، وأيضا قلنا في بطولة في دوري لتحت 10 سنوات إن شاء الله راح نشوف
الدوري من خلال ايضا برنامج السله في اسبوع، الانديه كلها مشاركه، والساحل يحط له نقطتين. يا سلام عليك. شوف دعيج خلف، هذا دعيج، هذا دعيج، دعيج خلف يحط له نقطتين. الكره مع اليرموك، هجمه مره ثانيه، لاعب نادي اليرموك يبي ياخذ الكره اللي هو ناجي الحربي، ياخذها لاعب نادي اليرموك يوسف عبد العزيز، تمريره اليرموك. شوف لاعبين توهم بالنادي قاعدين يتعلمون المهارات، طبعا بالنادي المدرب هو اللي يدربهم يعطيهم التمرير وايضا دخول على السله وجميع المهارات الاساسيه، ويون يوم الجمعه علشان يطبقون اللي عطاهم المدرب من خلال التمرين بالنسبه للتصويب وايضا بالنسبه للارتكاز وايضا للمحاوره وايضا بالنسبه للتسجيل. هني المدرب يدرب اللاعبين بالنادي، وكل جمعه، كل جمعه هذه البطوله تقام في صاله النادي العربي من الساعه 4 للساعه 8، يكون تجمع لجميع الانديه ويلعبون مباريات عشان يستفيدون من التمرين اللي خذوه. يا سلام عليك، شوف لاعب نادي الساحل عبد العزيز النايف، انا قاعد اقول بالنسبه للاعبين الدرجه الاولى الرميات الحره مهمه، وشوف يحط له عبد العزيز النايف. حلوه يا عزيز، عزيز يا عزيز، يحط له رميتين، يحط له ثنتين، يحط ثنتين. هاي شوف بالنسبه لان المدرب قاعد يتعب ويدرب هاللاعبين الصغار علشان يعلمهم المهارات الأساسية بالنسبة لكرة السلة، ويون يطبقونها قلنا كل جمعة من خلال المباريات، وأيضا مثل ما قلنا تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع، وأيضا الاتحاد الكويتي لكرة السلة حط لهم جوائز لجميع اللاعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. علي الشطي يحييكم مرة ثانية من صالة النادي العربي لأنقل لكم مباراة العربي والكويت في تحت 10 سنوات في المهرجان، مهرجان كرة السلة للصغار اللي نظمه تلفزيون الكويت برنامج السلة في أسبوع، وبالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة راح نشوف مباراة حلوة، راح نشوف مباراة حلوة. الكويت والعربي، الكرة مع العربي، حاول يمر ياخذها مرة ثانية، وفي فاول لمصلحة العربي، فاول للعربي. الفريقين حقيقة يتنافسون العربي والكويت، كرة مع فريق النادي العربي، يحاول يمرر، تمريرة، حاول يمر، لاعب العربي على السلة يحاول يسجل ياخذها مرة ثانية. لاعبي النادي العربي شوف الأرقام اللي عندهم، والكرة مرة ثانية مع عبدالله خريبط، عبدالله خريبط يمرر، يحاول يمرر مرة ثانية، العربي والكويت، وهجمة شوف للكويت، وهجمة سريعة للاعب الكويت يحاول يسجل، الضيع ما عليه، الضيع من اللاعب. دقيقة تشوف لاعبين، ما هذا ولد الصراف، هذا تشوف ولد عبدالله الصراف اللي هو علي عبدالله الصراف، اللاعب رقم 7، اللاعب رقم 7 لاعب النادي العربي، هذا راح يكون الملك مره ثانيه، في ابوه الملك العود وهذا الملك الصغير. يعني نشوف ايضا اولاد اللاعبين، اولاد المدربين، كلنا نشوفهم من خلال هذه البطوله. تابعونا في دوري كره السله للصغار، القناه الرياضيه برنامج السله في اسبوع، بالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة، تنظيم البطولة الأولى لكرة السلة للصغار تحت 10 سنوات، ويشارك في البطولة جميع الأندية الرياضية. كل يوم جمعة من تاريخ 29/1/2016 حتى نهاية شهر أبريل 2016 في صالة بهبهاني بالنادي العربي من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 7 مساء. راح نشوف أحلى المباريات وأجمل المهارات وأقوى المسابقات وعدة ألعاب رياضية ترفيهية. راح نشوفهم في البطولة الأولى لكرة السلة للصغار تحت 10 سنوات. شفنا
مهرجان كرة السلة للصغار اللي نظمه الاتحاد الكويتي لكرة السلة مع تلفزيون الكويت، القناة الثالثة الرياضية، برنامج السلة في أسبوع، قلنا استعدادا حق دوري تحت 10 سنوات. راح يبدأ الدوري للاعبين تحت 10 سنوات في تاريخ 29/1. البطولة راح تكون كل يوم جمعة، كل يوم جمعة في النادي العربي من الساعة 4. جميع الأندية الرياضية راح تكون متواجدة، وكل يوم جمعة يجون اللاعبين يلعبون المباريات ويستانسون ويروحون بيوتهم. نتمنى أيضا من الجمهور، نتمنى من اللاعبين، من أولياء الأمور أنهم يكونون متواجدين مع أولادهم علشان يشجعونهم. نشوفكم إن شاء الله طبعا يوم الجمعة في مهرجان كرة السلة للصغار. هذه كانت آخر فقرة في برنامج السلة في أسبوع، كل يوم أحد الساعة 3 الظهر، ومع السلامة.